أعزائي المشاهدين، من وسط كروم العنب في قرية الناصرة التي هي في مدينة الناصرة نواصل دراستنا وحديثنا في إنجيل يسوع الملك. وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن مثل الكرمة، أو بالأحرى سأتحدث عن الكرام والكرامون أيضا. أنا أدعوكم لتشاهدوا هذه الحلقة معي. مدينة الناصرة طبعا معروفة لدى الجميع، سكنت في هذه المدينة العائلة المقدسة القديس يوسف النجار والقديسة مريم العذراء، وطبعا الطفل يسوع الذي نشأ وترعرع في هذه المدينة والذي وعظ من مجمع الناصرة. فطبعا تاريخ كثير في هذه المدينة. كما ترون في كل مكان تستطيع أن ترى الجبال، فالناصرة مبنية على أرض جبلية أو على جبال. إخوتي وأخواتي، أنا أدعوكم لتشاهدوا هذه الحلقة، سأعود بعد قليل. اسمعوا مثلا آخر. كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا أن الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له أولئك الأردياء: يهلكهم هلاكا رديا، ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. فقال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يترضض، ومن سقط هو عليه يسحقه. أقاصي الأرض،
بعد سماع النداء بالروح أنا وابتدى بحياة متجددة فاضت لما امتلأ. أنا بعد سماع النداء بالروح أنا وابتدى بحياة متجددة فاضت لما امتلأ. وانسكب واكتشف بالتسبيح والصلاة إني صرت وارتبط بيسوع أعظم إله. وانسكب واكتشف بالتسبيح والصلاة إني صرت وارتبط بيسوع أعظم إله. التفتوا إلي واغمصوا يا جميع أقاصي الأرض. 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 أعزائي المشاهدين، نواصل دراستنا في هذه الحلقة عن مثل الكرمة أو الكرام والكرامون. هذه البلاد الأراضي المقدسة تشتهر بالنباتات الكتابية، وواحدة من النباتات أو الأشجار الكتابية هو الكرمة أو العنب. ففي كل مكان تسافر إليه تستطيع أن ترى أشجار العنب أو عرائش العنب في كل مكان. طبعا طبيعة هذه البلاد وجغرافيتها هي أراضي حجرية وصخرية، ما عندنا الأراضي المسطحة الشاسعة، لكن يزرعون في كل مكان مناسب. فكما ترون في هذه المنطقة تستطيع أن ترى المدرجات، ينظفون الحجارة، يبنون السناسل، وطبعا يضعون التراب ويزرعوا العنب أو الدوالي في هذه المناطق. طبعا كما ترون هذه الأشجار، إحنا في نهاية هذا الموسم. عن هذا الموضوع كان في فكر وبال الرب يسوع المسيح. في هذا الإصحاح أحبائي من إنجيل متى، وصل الوضع إلى وضع صعب جدا. وصل هنا إلى حقد وكراهية طبعا المتدينين الفريسيين، القيادات اليهودية كانوا يطلبون الفرصة للتخلص من المسيح يسوع، فكانوا يحاولون أن يسألوه بمكر ورياء حتى يوقعوه في مشكلة معينة، إن كانت مشكلة روحية أو مشكلة لاهوتية أو حتى مشكلة سياسية، لأن البلاد كانت مستعمرة ومحتلة من الرومان. كما ذكرت، في كل مكان تستطيع أن ترى كروم العنب. هذا المثل اللي سمعناه طبعا موجود بالأصل في الكتاب المقدس في سفر إشعياء النبي الإصحاح الخامس من الآية الأولى إلى الآية السابعة. مكتوب في هذه في هذا المثل أو في إشعياء خمسة: لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونق حجارته وغرسه كرم صورق ونقر فيه أيضا معصرة وبنى برجا. ثم يستمر ويقول: فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. ثم يواصل حديثه بصوت أسيف وحزين: ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟
فطبعا يسوع المسيح بيتحدث إلى شعب كان يعرف عن موضوع الكرمة، كان يعرف عن أهمية الكرمة ولا سيما في العهد القديم. والتشبيه نراه بكل وضوح في بلادنا هذه، لأنشدن عن حبيبي نشيدي محبي لكرمه. كان لحبيبي الرب كان عنده كرم على أكمة على تلة، فنقبه مثل ما ذكرت هنا بنطف الحجار حتى تسهل النباتات أنه تطلع، وغرسه كرم صورق يعني أفضل أنواع الكروم. نقر فيه معصرة، ثم يقول الكتاب أنه بنى برج. طبعا البرج هو للحراسة، والبرج أيضا لسكن العاملين، وكان يستعمل البرج أيضا لخزن الأثمار. يعني بكلمات أخرى أن الله صنع كل شيء متكامل. مع كل هذا كان في رفض شديد من القيادات الدينية، فرفضوا أولا الله الآب. طبعا الكرمة تتحدث عن أمة إسرائيل أو الأمة التي لم تصنع ثمرا. ثم ابتدى في هذا الموضوع يتحدث عن ولدين. الولد الأول طلب منه أبوه يذهب إلى الحقل، فقال لا أستطيع، ثم راجع فكره وذهب. الولد الثاني قال لوالده أنا ذاهب، ولكنه بالواقع لم يذهب. وهون بيتحدث أحبائي على نوعين من الناس. النوع الأول اللي هو الفرسيين المتدينين اللي عندهم البر الذاتي والتدين، والنوع الثاني الخطاة. وكأن المسيح يقول لهؤلاء الناس أن الخطاة والعشارين سيسبقونكم إلى ملكوت الله، وأن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي أثمارا أو تعطي ثمرا في حياتها. المشكلة أحبائي أن القيادات كانت تعتقد أنها لا تحتاج إلى التوبة. ثم في مشاكل أخرى في هذا الإصحاح. مشكلة الرياء، كانوا بوجهين متدينين لكن بالواقع من الداخل كانوا نجسين. وهذا الشيء نراه عندما لعن شجرة الثين لأنها لم تثمر، وأيضا تطهير الهيكل لأنهم اغتصبوا الفقراء، وطبعا كانوا يستخدموا مكان الله ومكان العبادة مكان الصلاة للسلب والنهب وعدم مجد الله. ثم أحبائي رفضوا وأحزنوا روح الله القدوس. توجد خطايا كثيرة للقيادات الدينية، منها العمى الروحي. كان يسوع بحضوره موجود معهن، لكنهم لم يستطيعوا أن يبصروه روحيا. ثم عدم الطاعة والخضوع لكلمة الله التي تحدثت عن مجيء المسيح، تحدثت عن شخص يسوع المسيح المسيا، لكن بسبب الحقد والكراهية والحسد كرهوا المسيح وأرادوا أن يتخلصوا منه. ثم أحبائي نراهم أنهم يرفضون الإبن، وهذا الشيء أحبائي بحب أواصل في الحديث في الجزء الثاني من هذه الحلقة. لكن لما تحدث يسوع المسيح عن هذا المثل تحدث بلغة معروفة للناس، مع أنه مثل، لكن هذا المثل يعتبر أكثر مثل موضح للأمة اليهودية، لأن القيادات الدينية فهموا أن يسوع كان يتكلم عنهم. فمثلا الكرم هو الأمة اليهودية، صاحب الكرم هو الله، الكرمون هم القادة الدينيين اللي الله كلفهم بالرعاية وحماية الشعب حتى يكونوا ثمر وبركة لكنهم ما كانوا، العبيد هم الأنبياء، الأنبياء اللي أرسلهم الله، طبعا جلدوا البعض وطردوا البعض وقتلوا البعض الآخر، وأخيرا أرسل الله الإبن الذي هو الوارث، فقالوا نتخلص من الإبن فيكون لنا الكرم. وبالفعل تتحدث عن صلب وموت الرب يسوع المسيح. ثم الله يعطي الدينونة، يقول أنه يأتي ويأخذ الكرم ويعطيه لأمة تصنع أثمارا طليق بالتوبة. أعزائي سأواصل الحديث عن هذا الموضوع بعد قليل.
ألا تعود فتحينا وتبني من هدم فينا فتملأ القلب بفرح يزيل أحزان ماضينا كم من عهود قطعناها ثم بجهل نسيناها أين محبتنا الأولى هل سنعود ونحيا ألا تعود فتحينا وتبني من هدم فينا فتملأ القلب بفرح يزيل أحزان ماضينا كم من ثعالب وزوان كم من هزائم وهوان صارت حياتنا فارغة ككلمات بلا معان ألا تعود فتحينا وتبني من هدم فينا فتملأ القلب بفرح يزيل أحزان ماضينا كم مرة نحن حاولنا لكن كثيرا ما فشلنا والآن نرفع أعيننا إليك يا رب ارحمنا ألا تعود فتحينا وتبني من هدم فينا فتملأ القلب بفرح يزيل أحزان ماضينا ألا تعود فتحينا وتبني من هدم فينا فتملأ القلب بفرح يزيل أحزان ماضينا أعزائي المشاهدين من قرية الناصرة أواصل حديث عن مثل الكرمة. بالواقع مثل الكرمة هو تعاملات الله على مر التاريخ على مر العصور والأزمان. خلق الله آدم وحواء في جنة عدن كان كل شيء متكاملا لهم لكن آدم وحواء أخطأ وعصيا الله. ثم الله كان يتعامل مع أشخاص أخنوخ تعامل مع نوح ثم تعامل مع إبراهيم وعائلته إسحاق إلى آخره ثم تعامل مع أمة في القديم من خلال موسى مكتوب عن الكرمة كانت في مصر ونقلت أي جاءت إلى الأراضي وكان خير الله عليهم أخذهم من مصر أعطاهم كل البركات المادية والبركات الروحية. هذا أحبائي قصة الجنس البشري. هذا الشعب كان لازم يكون نور للأمم وكان لازم يصنع ثمار طليق بالتوبة أو كشعب الله، لكن للأسف تمرد الإنسان وعصيان الإنسان وخطية الإنسان كان دائما يبتعد عن الله. فالمشكلة الرئيسية هي الاستقلالية عن الله. وضعوا طريقة الدين أو البر الذاتي بطريقتهم الخاصة وركزوا على التقاليد الباطلة التي أبطلت وصايا الله. فالله حذر الناس وأنذرهم فأرسل أنبياء على مر العصور والأزمان حتى يسمعوا ويتوبوا ويرجعوا لله. أغلب الناس ما تابت فقتلوا بعض الأنبياء رجموا البعض إلى آخره وأخيرا أرسل الله الشعب الإسرائيلي إلى السبي البابلي ثم في أيام الرومان دمروا الهيكل ودمروا أورشليم وطبعا أعطيت لأمة تصنع ثمار وهنا يتحدث عن الكنيسة. الكنيسة التي تضم كل الشعوب وكل الأمم إن كان يهود إن كان أمميين مختلف الجنسيات مختلف اللغات لأن الله يحب الجميع.
فقصة الله أن الله يده ممدودة على مر العصور والأزمان. أخيرا أرسل الإبن الوارث الذي جعله وارثا لكل شيء، فقالوا نتخلص من الإبن، وطبعا بالفعل قتلوا أو تآمروا على يسوع وقتلوا كما مذكور في المثل خارج الحقل، وهكذا مات المسيح وصلب خارج الباب أو خارج المحلة. فكان المسيح هو الإعلان الأخير، الإعلان النهائي والإعلان الكامل لله. لكن للأسف الشديد حال الإنسان كما كان في القديم، كما كان في هذه الأيام، وسيظل حتى مجيء ربنا يسوع المسيح. بالفعل الرب دان الأمة وانتزع الملكوت وأعطاها لأمة تصنع أثمار. ثم يتحدث يسوع المسيح عن الصخر. بالنسبة لليهود قديما كان يعرفوا أن الصخر يرمز إلى الله، الله هو الصخر. طبعا الصخر له عدة مزايا. يقول المسيح حجر مصدمة لغير المؤمنين من إسرائيل الذين رفضوا المسيح، هذا الحجر هو أصبح حجر أساس للكنيسة الذي يضم كل المؤمنين من يهود وأمم، وأيضا هو نفسه رأس الزاوية الذي يمسك كل البناء مركب مع بعض. ثم هذا الحجر في يوم من الأيام شخص المسيح سيرجع ليضرب ويحطم الأمم التي عصيت المسيح في آخر الأيام، وهذه النبوة موجودة في دانيال الإصحاح الثاني. ماذا نتعلم من هذه القصة؟ نتعلم من هذه القصة أحبائي أنه في امتياز للمؤمنين، في بركات للمؤمنين، لكن من ناحية ثانية في مسؤوليات. ثم هذه الرسالة أحبائي هي رسالة تذكير لنا، رسالة تحذير لعلنا نتحذر ونتوب ونرجع عن خطايانا. ثم هي رسالة تقرير للمصير، فطبعا الله سيقرر مصير كل واحد منا، وهذا التقرير مبني على أساس إيمانك في شخص المسيح أو رفضك لشخص المسيح. إيمانك في شخص المسيح طبعا يكون حجر أساس ورأس الزاوية، رفضك لشخص المسيح سيكون حجر مصدمة، إذا سقطت على الحجر ستتردد، وإذا سقط الحجر عليك طبعا ستنتهي، ففي دينونة في النهاية. فذكرت أنه هذا امتياز ومسؤولية. ثم منشوف عدة شخصيات، منشوف الله بطبيعته بمحبته بثقته صبره على الناس، وبنفس الوقت الله الذي صبر وأعطى الفرصة سيأتي أيضا بالدينونة في النهاية. ثم نرى الناس نوعيات مختلفة التي تؤمن والتي ترفض، لكن هذا واقع امتياز عظيم للإنسان أن يختار القرار الحاسم في حياته. قرارك يحتم مصيرك ويحتم أيضا أبديتك. من أجل هذا أحبائي في محاسبة، الله سيحاسب وسيجازي كل واحد حسب أعماله. وفي خطايا، يمكن الخطية المقصودة أنك أنت ما تكون نور للعالم أو لا تصنع ثمر في حياتك، وهذا أشر من الناس التي ترتكب الخطايا الفظيعة، لأن المسيح قال أن العشرين والزناء سيسبقون أولاد الملكوت إلى السماء. ثم نرى شخص يسوع المسيح بجلاله بمحبته بعظمته بروعته بخلاصه وبافتقاده للناس. نرى يسوع المسيح هو الإعلان الأعظم، الإعلان الأخير، الإعلان النهائي، هو ابن الله الوحيد. أغلى شيء الله أرسل للعالم ابنه، مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فنرى يسوع هو أعظم إعلان، نراه المتميز والفريد الابن، نرى محبة المسيح من خلال تضحيته، جاء عاش حياة خالية بلا خطية لكنه مات على الصليب ليقدم كفارة، ليقدم خلاص، وليقدم فداء عظيم. أحبائي إيمانك بشخص المسيح يحدد مصيرك مرة أخرى. غرض الله هو أن نكون مثمرين في حياتنا. لا ينفع أن نقول نحن مسيحيين ونحن لسنا نور في هذا العالم أو غير مثمرين في هذا العالم. إن من الخطايا الفظيعة في الكتاب المقدس هو عدم الإثمار.
أعلن يسوع المسيح عن نفسه: أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن لا يأتي بثمر ينزعه. أحبائي، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. الله أرسل الإبن، كلمة الله والمسيح قدم الخلاص، فما عليك في هذه اللحظة سوى أن تقبل وتقبل إلى المسيح. قال يسوع: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. هذا المثل هو درس عظيم جدا لكل واحد منا، فلا تتهادن بكلمة الله، ولا تساوم، ولا تساير على حساب الحق الكتابي، لكن آمن بالمسيح يسوع. أحبائي، سأعود بعد قليل. أعزائي، عندما تؤمن بشخص المسيح تحصل على الخلاص العظيم، وتحصل أيضا على بركات السماء لحياتك، غفران الخطايا والحياة الأبدية. فهل تجازف بحياتك وبأبديتك؟ أنا أدعوك لتأتي إلى المسيح لكي تحصل على الحياة الأبدية. حتى أسمع منك، إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن الخضوع للسلطة. سعدنا جداً لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534، أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.